خدني عشام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك قبل خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال يقسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي بكير حني لشبيه لو جارت الأيام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك خدني خدني عشام خدني معك أبلان عطايم ما بتنام خدني معك أبلان عطايم ما بتنام لف الزمن ودار وجدد ليالينا والحاضر الجبار طوق عماضينا هلف الزمن ودار جدد ليالينا والحاضر الجبار طوق عماضينا يأسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن على بلادي ما بكن حنين اشبيهين لو جارت الايام خذني معك خذني خذني عشام خذني معك خذني خذني عشام خذني معك قبل الضيم ما بتنام خذني معك قبل الضيم ما بتنام صار لي شجاعة أقول إني مين العربان بالأرض صول وجول وفاخر على الأزمان صار لي شجاعة أقول إني مين العربان بالأرض صول وجول وفاخر على الأزمان يأسى الزمن ويلين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي ما بينحني لشبيه صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله عطلة الأسبوع بتحمل كل الخير والأمان لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا أكيد 9 الصبح كل يوم عم نطلع عليكم من شامة الدنيا أرض الياسمين بمواضيع مختلفة وضيوف من مجالات متعددة تحيتنا بالبداية دائما لرجال الجيش العربي السوري صباحكم نصر يا شباب والله ينصركم طبعا بجبهة الجنوب ويسعد صباحك فرح يسعد صباحك زينب صباح الخير عن جديد لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كانوا عم بيتابعونا سواء داخل سوريا أو حتى خارجها مثل كل يوم مواضيع متنوعة بتفيدكم وبتكون ضمن اهتماماتكم سواء الطبية الثقافية وغيرها وأيضا نستقبل ضيوف من كافة المجالات ومن كافة المحافظات السورية بدي أتمنى لكم اليوم تقضوا معنا رحلة صباحية ممتعة أكيد محطات عديدة متنوعة منتابعة مع بعض لكن بعد الفاصل Thank you.
بداية حلقتنا لليوم رح تكون مع أخبار منوعة ودراسة طبية بتقول إنه الجلوس لفترات طويلة ممكن يسبب خطر الموت. طبعا هي الدراسة أكدت إنه البقاء لفترة طويلة بوضعية الجلوس أمر خطير للغاية، وبتشير نتائج الدراسة لوجود علاقة كبيرة بين انخفاض النشاط الحركي وخطر الموت بسبب مجموعة من الأمراض. وأثبت الباحثون أنه إذا بقي الإنسان في وضع الجلوس لمدة 6 ساعات أو أكثر في اليوم فإن خطر وفاته يزداد بنسبة 19% مقارنة بالذين يقضون أقل من 3 ساعات في وضع الجلوس. وكشف الباحثون أنه العادة بترتبط بارتفاع مثلية والجلوكوز والأنسولين ضغط الدم، كما لوحظ أنه الذين يقضون وقت طويل في وضع الجلوس يميلون لتناول كميات أكبر من الطعام. وتؤكد الدراسة على أن الجلوس لفترة طويلة قد يسبب مجموعة من أمراض السرطان والقلب، الأوعية الدموية، مرض السكري، أمراض الجهاز الحركي، أمراض الكلى، الرئتين، الكبد، الجهاز الهضمي، مرض باركنسون، الزهايمر، بالإضافة إلى الاضطرابات العصبية. رح نروح على أجواء المونديال اللي الكل مهتم فيها، فرح مين بتشجعي؟ برازيل زي برازيل إن شاء الله بتتأهل، اليوم عندهم مباراة. نشرت وكالة أسوشيتد بريس فيديو من البرازيل للمشجع كارلوس جونيور بتابع مباراة منتخبي البرازيل والمكسيك على غرار الكثير من البرازيليين. هالشي كان بطريقة فريدة من نوعه. أكيد زينب، الشيء المميز أنه جونيور كان هو ضرير أعمى وصم أيضا، لكن أكيد هذا الشيء ما منعه أنه يمارس ويتابع هواية بالرياضة بتشجيع ومساعدة من أصدقائه عبر طريق اللمس. طبعا هذا الفيديو حصد نسبة مشاهدة كتير عالية عبر اليوتيوب. México. Ele faz o toque atrás para Fábio. Brasil só tem os três pendurados, né, Alain? Só Casemiro. E nesse momento o Osório inverteu os dois pontos. O Bela, na alteração, ele não tirou o Gabriel, porque ele está valorizando aquilo que o Gabriel está fazendo. É lógico. E a bola é brasileira. O Osório ficou na bronca. O Tite. يعني فيديو حصل مثل ما قلتي فرح كتير من المشاهدات بالنسبة للطريقة اللي عم تعبر عن شغف كارلوس بمتابعته لمباريات البرازيل فريقه المفضل، وهو مثل ما قلنا ضرير وعن طريق اللمس عم بيحاول انه يتابع كل الاخبار. اكيد زينب، مثل ما عم نشوف اليوم شيء فعلا مميز انه الانسان فعلا قادر ان كان يمارس هواياته، ان كان حتى يعيش بحياة شبه طبيعية او حتى طبيعية. اليوم عم نشوف قد فعلا هذا الشخص قدر يشجع بمنتهى الحماس ويعرف يمكن سير المباراة كيف عم بيكون. فنحن دائما نتمنى انه نقول دائما انه العوائق قد ما كانت كبيرة وقد ما شفناها صعبة دائما الى حلول. اكيد فرح. هلا خلينا نروح نشوف الاحداث اللي صارت بمثل هاليوم بهالتقرير. لكل يوم احداثه واخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. بمثل هذا اليوم من عام 1484 البحار البرتغالي دييغو كاما يكتشف مصب نهر الكونغو. وفي عام 1785 اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة. وفي عام 1885 لوي باستر ينجح في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل مصاب بالمرض. وفي مثل هذا اليوم من عام 2005 اللجنة العلمية الدولية تعلن عن اختيار مدينة لندن لاحتضان الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012.
وفي عام 2017 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل والمجزد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بعد أن حصلا على أغلبية أصوات الدول المشاركة في التصويت. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1903 هوغو تيوريل، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1955. وفي عام 1946 سيلفستر ستالون، ممثل أمريكي. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1854 جورج سيمون أوم، عالم فيزياء ألماني. وفي عام 1962 ويليام فوكنر، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1949. وفي عام 2005 كلود سيمون، كاتب فرنسي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1985. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. يسعد صباحكم. السادس من تموز تاريخ سجل عبر السنين ولادة أو وفاة عدد كبير من الشخصيات اللي تركت بصمتها ثقافيا علميا حضاريا وغيره. من شخصيتنا لليوم منتابع بالتقرير التالي. روائي أمريكي وشاعر وأحد أكثر الكتاب تأثيرا في القرن العشرين، ولد في 25 أيلول من عام 1897، حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1949، كما نال جائزة بولزر في عام 1955 عن حكاية خرافية، وفي عام 1963 عن ريفرز. تتميز أعماله بمساحة ملحوظة من تنوع الأسلوب والفكرة والطابع. ولد في نيو ألباني بولاية ميسيسيبي، وقضى معظم حياته في أكسفورد بنفس الولاية. عمل كاتبا سينمائيا لسنوات في هوليود، وكان هذا من عام 1932 إلى غاية عام 1945. واستلهم معظم أعماله من مسقط رأسه بولاية ميسيسيبي، حيث يعد أحد أهم كتاب الأدب الجنوبي بالولايات المتحدة الأمريكية. كان قليل الشهرة قبل فوزه بجائزة نوبل للأدب لعام 1949، بالرغم من أن أعماله نشرت منذ عام 1919 وفي عشرينات وثلاثينات القرن العشرين. يعتبره البعض الآن أعظم روائي في التاريخ. من أعماله رواية الصخب والعنف، بينما أرقد في حضرة الموت، أهبط يا موسى، وردة لاميلي، الملاذ، وغيرها الكثير. توفي ويليام فوكنر في 6 تموز من عام 1962. فرح محطتنا الأولى لليوم رح تكون مع الإبداع السوري اللي ترك بصمته بمختلف المجالات. اليوم رح نسلط الضوء على إحدى الفرق التطوعية، هي فريق سلام التنموي مع الدكتور علي نصر عبد الله، مؤسس فريق سلام التنموي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك عن جديد، أهلا وسهلا فيك. بالبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل العمل أكثر، بدنا نعرف لمحة عن فريق سلام التنموي. فريق سلام التنموي هو منظمة شبابية تعتمد على الكوادر الشبابية المؤمنة بالعمل التطوعي التنموي، واللي بيهدف نحن كفريق لبناء عملية التنمية المجتمعية ضمن المجتمع، واللي بتعتمد مثل ما قلت على كوادر الشباب اللي هي إحدى الجهات المشاركة الفاعلة اللي لازم يكون إلى دور حقيقي ضمن عملية بناء السلام. طب خلينا نحكي عن أبرز الأنشطة اللي قمت فيها، وبأي فترة أسس الفريق؟ هل هو جديد أو هو لا من بداية الأزمة مثل باقي الفرق اللي طلعت من رحم الأزمة؟ فريق سلام التنموي تأسس من حوالي 5 سنين كفريق علمي موجود ضمن كلية الطب البشري.
توسعت المجالات الموجودة ضمن الفريق لحتى يشمل مجالات أخرى، توسعت الرؤى والأهداف. لو وصلنا اليوم للفريق كمنظمة شبابية إلى أكثر من هدف، والرؤية الواضحة لها هي عملية التنمية المجتمعية ضمن فرق موجودة لإلنا، اللي هي الفرق الهندسي، الفرق الطبي، بالإضافة إلى الفريق المجتمعي، اللي الهدف الأساسي هو استهداف كل فئات المجتمع ضمن عملية التنمية. من النشاطات اللي نحن عملناها اللي منعتبرها هي نقلة نوعية، هو تأسيس مركز سلام التنموي ضمن منطقة المزي 86، اللي هي إحدى المناطق اللي بحاجة أو فقيرة بالعمل المجتمعي وهي بأشد الحاجة لإله، بالإضافة للعديد من المجالات اللي نحن اشتغلنا عليها بمبادرات ومشاريع وبرامج بشكل مختلف على كافة الأصعدة. خلينا نعرف أكثر أهداف الفريق، وأيضا نوهت أنه في عدة طرق لتنفيذ هي الأهداف، إن كان بلشتوا فيها من 5 سنين وإن كان أهداف وطرق جديدة عم تتناسب مع كل مرحلة. كيف كانت هاي الأهداف وطرق تحقيقها؟ دائما الأهداف بتتوسع مع توسع الرؤى اللي بتصير عند الأشخاص ومع يعني توسع الفريق بشكل عام، وحتى يمكن مع الواقع اللي عايشين فيه كيف عم يتغير. طبعا أكيد بتأثر، يعني مثلا الأحداث اللي عم تمر نحن اليوم بسوريا بتأثر بشكل كتير كبير. الأهداف اللي فينا نقول اليوم أنه نحن بنعتمد بفريق سلام التنموي على برنامجين أساسيين، اللي هي مشاركة فئات المجتمع كاملة بعمليتين، اللي هي أول شيء برنامج بناء السلام، بالإضافة لبرنامج اللا عنف اللي نحن بنعتمده بشكل أساسي. نحن عنا في برامج كتير مختلفة نحن بنعتمدها، فاليوم نحن بنتعامل مع فئات المجتمع من أطفال ليافعين لشباب لسيدات حتى مسنين ضمن برامج مختلفة. هي البرامج تنبع من الحاجات الموجودة ضمن هذا المجتمع. فينا نذكر مثلا أنه نحن في هدف أساسي اللي هو رفع وتمكين قدرات الشباب، واللي نحن مثل ما قلنا بنعتمد على الكوادر الشبابية اللي بتساهم بعملية التنمية المجتمعية لباقي فئات المجتمع. فاليوم هي الكوادر الشبابية تبني وتنمي الفئات الثانية مثلا من مثل الأطفال واليافعين ببرامج اللي هي برامج القيم، برامج السلوك اللاعنفي، برامج بناء الشخصية وغيرها من البرامج الأخرى. حصلت على المركز الثالث على مستوى العالم ضمن المسابقة العالمية اللي عم تقيمها جمعية طبية الإسلامية بأمريكا الشمالية بمقالة عن موضوع عن الخيوط الجراحية. خلينا نحكي شوي عنها أكثر. مجال البحث العلمي هو مجال اهتميت فيه من أيام يعني السنة الثالثة والرابعة ضمن الجامعة، بالبدء بعملية ترجمة المقالات البحثية العلمية بالإضافة لترجمة المراجع. توسع المجال لحتى أخضع لمجموعة من التدريبات يلي إلها علاقة بمبادئ البحث العلمي يلي عم تقدمها جامعات عالمية. بعد هذا المجال شفت أنا المسابقة العالمية الموجودة بأمريكا الشمالية، فحبيت شارك ضمن هي المسابقة كخطوة أو كتجربة لتطبيق عملي لشيء نظري اللي أخذته أنا ضمن المبادئ البحث العلمي أو غيرها، وضمن الخبرة أو الذخيرة العلمية اللي حصلت عليها أنا ضمن المجالات العلمية اللي أنا قرأتها وترجمتها. فكانت هي المسابقة هي خطوة أولى باعتبرها أنا ضمن هذا المجال، حصلت على المركز الثالث على مستوى العالم. كانت المقالة البحثية العلمية هي عن موضوع مساهمة العلماء المسلمين بمجال أو تاريخ الطب، فكان العالم أبو القاسم الزهراوي هو أحد الآباء المؤسسين للجراحة الحديثة. اخترت أنا أحد الاختراعات اللي اخترعها واللي هي الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص، وتحدثت عنها وأثبتت دور العالم أبو القاسم الزهراوي في إثبات اكتشاف الخيوط الجراحية ضمن التجارب اللي هو عملها سابقا قبل 900 عام من العالم أو الطبيب ليستر يلي بيدعي الغرب أنه هو الطبيب يلي اكتشف هاي الخيوط الجراحية. نعم. كمان خلينا نعرف أكثر يعني اليوم تفاصيل هي المقالة قدي فعلا بتثبت إن كان جدارة الطبيب السوري وإن كان قدرته على التنافس مع الأطباء من مختلف أنحاء العالم. المركز الثالث أبدا ما أنا كلمة سهلة اليوم عم نحكي عنها، فخبرنا كيف كانت المنافسة، خبرنا كيف كانت الأصداء أيضا. كانت المنافسة هي عبارة عن مسابقة، يعني ما كتير شفنا المنافسة يعني بين نحن الأشخاص لأنه أشخاص بعيدين عن بعض وعلى مستوى العالم، فالمشاركين هنن يعني محتمل يكونوا بعيدين نحن ما عم نشوفهم بشكل واقعي. كانت المنافسة الحقيقية هي بين الشخص وذاته. اليوم أنا يعني إذا فيني أحكي عن منافسة فهي منافسة حقيقية أنه كيف نحن فينا نفوز. اليوم الطبيب السوري هو طبيب متميز على مستوى العالم، وهذا اللي عم نشوفه نحن بشكل دائم بالأخبار وبالأحداث وحتى بالعمليات أو شيء اللي عم نسمعه بالأخبار عن الأطباء السوريين على مستوى العالم. لما سمعت عن المسابقة
خبرت الطبيب الجراح الاستشاري الدكتور محمد بشار عزات عن المسابقة، فأنا كان حابب أن أشارك فيها كتجربة. فلما خبرته هيك خبرني أنه إحنا إذا بدنا نشارك بدنا نفوز، فكان هذا هو التحدي يلي نحن دخلنا بيننا وبين أنفسنا لحتى يكون هو دافع حقيقي للفوز بهي المسابقة. وكانت الأصداء كتير حلوة، ويلي بتشكر العالم جميعا عروني فيها، وللدعاء يلي كان بشكل دائم مرافق لإلي. طب خبرنا شو هذا الشيء ما شجعك حتى انك تشارك دائما بهيك مسابقات، يعني انه دائما يكون في قصص توصل صورة الطبيب السوري الصحيحة كمان لكل العالم؟ طبعا بشكل اكيد. اليوم الفوز بالمركز الثالث هو دافع إنجاز. حقيقي إنجاز ودافع حقيقي لحتى يسعى الشخص ليشارك بمسابقات أخرى، ودافع لحتى يحصل على مراتب أعلى، مرتبة الأولى بأي مجال هو داخل فيه، بالإضافة إنه التكريم اللي حصلت عليه من عمادة كلية الطب البشري أيضا هو دافع لهذا المجال. ممكن بتساعدك دكتور حتى بالورشات العملية أو الندوات اللي عم تقام من قبل وزارة الصحة أو نقابة الأطباء لتبادل الخبرات بين الأطباء، كل حدا عنده شيء جديد أو موضوع حابب يركز عليه، فممكن تفيدهم بالبحث اللي قمت فيه. البحث العلمي بشكل عام هو وسيلة لتعزيز المعرفة والعلم عند الطبيب، وهو اللي بيخليه للطبيب بشكل دائم على ملاصقة مع أحدث العلوم الموجودة والمنشورة، ودائما البحث العلمي اللي بيقوم فيه الطبيب لأثبات شيء أو لكتابة عن شيء معين هو عملية رحلة يمكن فينا احنا نسميها بين الكتب والمراجع البحثية العلمية، لحتى يكون هذا الطبيب هو عم يزيد الذخيرة العلمية الموجودة عنده وعم يكبرها لحتى يكون قادر هو لحتى يكون طبيب ناجح بالمستقبل، قادر يحقق بهذا العلم اللي هو عم يجمعه أو عم يحصل عليه بهي الذخيرة العلمية الكبيرة اللي عم تزداد عنده مجالات أوسع وإبداعات أكثر بالمجال اللي هو ماشي فيه. نعم، يعني دكتور هذا الإنجاز والبحث العلمي اللي قمت فيه أكيد انعكاساته أيضا على الفريق التطوعي اللي حضرتك مؤسس له، كيف انعكس هذا الشيء وكيف أنت شفت أنه ممكن تقدر تفيد هذا الفريق سواء من دراستك الطبية العلمية وسواء من هذا الإنجاز اللي قدرت تحققه؟ بينعكس بشكل إيجابي كدافع لفئة الشباب أنه نحن فئة قادرة على الإبداع، فئة قادرة على الإنجاز، أنه نحن فئة فاعلة ولازم نشارك بكل مجالات الحياة. وهون دورنا نحن كفريق أنه نحن عملنا خطوة هي مسبقة سابقا واليوم نحن فينا نعززها اللي هي بالفريق الطبي اللي هو تأسيس مثل المجال اللي هو مجال البحث العلمي اللي قادر نساعد فيه الأشخاص على معرفة مبادئ البحث العلمي والاطلاع على أحدث العلوم، بالإضافة لحتى ندفعهم يشاركوا بهيك مسابقات موجودة بشكل دائم. طب خبرنا عن النشاطات الحالية اللي عم تخططوا لها كفريق سلام. مثلا اليوم بعد ساعتين نحن رح نكون موجودين بدار المسنين. دار المسنين هو نحن نشاط فعالية أو مبادرة نحن بشكل دائم نقوم فيها بشكل شهري اسمه مبادرة كمشة حب. منزور فيها دار المسنين اللي صار فيها نحن علاقة مع المسنين بشكل دائم، منزورهم منحكي معهم منشاركهم أحيانا الأكل منتساير معهم، بالإضافة لمجموعة من النشاطات. اليوم نشاطات مركز سلام هي نشاطات مستمرة بنوادي للأطفال واليافعين، اليوم نادي الأطفال عم نمشي ببرنامج حقوق الطفل، بالإضافة لنادي اليافعين اللي نحن عم نمشي فيه ببرنامج السلوك والقيم وغيرها من النشاطات. بالإضافة اليوم نحن في فترة شباب، فاليوم فترة فحوصات، فبعيدين شوي عن فترة الشباب لحتى بس هيك يخلص الفحوصات ونبدأ فيها مريحين. اللي هي مجموعة من الورشات والنشاطات إلى علاقة بتعزيز وتمكين قدرات الشباب السوري بشكل فاعل. إذا بدنا نحكي أكثر عن فريق سلام التنموي، خلينا نحكي اليوم عن كل شخص يمكن له قدراته وله دراسته الخاصة فيه اللي بتختلف عن الثاني، مجموع هي القدرات بتشكل الفريق الناجح، كيف قدرت فعلا توظف كل شخص بمكانه الصحيح لحتى تقدر تواكب هي التطورات اللي عم بتصير ويكون في إنجاز فعلي لهذا الفريق؟ هذا التنوع هو اللي بيخلق الحالة الإيجابية السليمة ضمن المجتمع، وهو اللي نحن فينا نقول أنه بتجتمع الخبرات والإمكانيات والقدرات لحتى نتساعد كلياتنا لحتى نعمل شيء إيجابي فاعل ضمن المجتمع. وهذا الشيء فينا نحكي أنه التنوع قادر يخلق شيء إيجابي أكثر بشكل كتير كبير. اليوم التوظيف الحقيقي لقدرات الشباب وفعاليتهم هو حسب اهتمامات الأشخاص. اليوم بالفريق التطوعي هي قدرات وفعاليات وإمكانيات قادر يعزز الشخص عنده، وبالمقابل في أشخاص بيكونوا أحيانا هنن خبرة أو في فعالية بمجال معين فهنن قادرين يوظفوا هاي الشغلات ضمن الفريق ويخدموا الفريق فيها.
طيب خبرنا في شيء على الصعيد الشخصي عم تحضر له او بتحب توجه كلمه اخيره بختام لقائنا لفريق سلامة النموي اللي عم يشتغل معك؟ تفضل. على الصعيد الشخصي رح بلش اختصاص انا جراحه، وهو الاختصاص اللي انا كثير بحبه. وعلى صعيد الشكر انا حابب وجه شكر اولا للدكتور محمد بشار عزت يلي كان المعلم الحقيقي لإلي وكان سند ضمن مجال البحث العلمي، بالاضافه لعماده كليه الطب البشري. بدي اشكر اهلي يلي كانوا معي كمان بشكل دائم واثقين ومؤمنين فيني وباي نجاح انا قادر كون فيه من ايام التاسع للبكالوريا للجامعه للوقت الحالي. بالإضافة أنه أنا حابب أشكر العالم يلي غمروني بلطفهم وبمحبتهم، للإعلام يلي ضوى على المسابقة البحثية والمركز الثالث أنا حصلت عليه على مستوى العالم. بالإضافة أنه حابب أوجه أولا وآخرا شكر للوطن الغالي يلي نحن مهما قدمنا له بيكون قليل. أكيد يعني كمان إحنا بدورنا بدنا نشكرك وبدنا نتمنى لك كل التوفيق سواء على الصعيد الشخصي وإنجازاتك الطبية وأيضا العملية بمستوى أيضا الجراحة، ولفريق أيضا سلام التنموي بدنا نوجه له كل التحية، ودائما ناطرين منكم كل شيء جديد. شكرا كثير لكم وإن شاء الله يا رب. شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق لفريق سلامة النموي ولمشاريع كمان مشاريعك الخاصه خلينا نقول. شكرا لوجودك. اما هلا زينب بننتقل ايضا الى محافظه حمص التي شهدت اقامه ورشه عمل حول نتائج مسح عمل المنظمات والجمعيات برعايه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل وبالتعاون ايضا مع وزاره الاداره المحلية والبيئة وبحضور ممثلين عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المحافظة. تفاصيل أوفى مع مراسلتنا شيرين العلي. بعد فترة طويلة من عملية المسح والتقييم المبدئي لأداء عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في حمص، أقيم في فندق سفير حمص ورشة عمل حول نتائج مسح عمل هذه المنظمات والجمعيات برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبحضور ممثلين عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المحافظة. هذا المسح رح يورجينا واقع الحقيقي سواء مجالس إدارة، نشاطات، تعاونيات، اتفاقيات، جمعيات فاعلة، جمعيات متوقفة. رصدنا أيضا وين الثغرات الموجودة بهذا العمل. نطلع كلام لأنه نحن نقول هاي الجمعيات اليوم هي شريك حقيقي، بالتالي أنا لما برصد عملها أنا بقدر بقى بدرس برامج قادمة، برامج تنمية وما أحوجنا إلى ببلدنا سوريا اليوم. برامج التنمية هي اللي رح تكون هاي الجمعيات قائمة عليها شريك مع الدولة. توصيف كتير جميل. في شيء كتير من الاعتراف من اللجنة الماسحة وبالشؤون باعتراف بأخطاء فيهم وبعدد وتقييمات، فهذا الاعتراف بيدل على أنه فعلا نحن داخلين على مرحلة قادمة جدا، أنه نحن ننتهي من التوصيف إلى التقييم، وأنه هناك مين ما يعترف بأخطائه وعم يطالبنا أنه نحن نقيم معه، وهذا طريق كتير جميل حلو. نتائج المسح بينت تنامي هذه المنظمات ولا سيما التي تم إشهارها خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث أن نسبة المنظمات والجمعيات الفاعلة على الأرض تزيد عن 80%، وهذا ما يبشر بدور قادم لها لتحقيق نهوض تنموي واجتماعي بعدما خلفته الحرب من أوضاع إنسانية صعبة. هاي الورشة كتير مهمة بذلت وزارة الشؤون الاجتماعية بهالفريق التطوعي اللي عمل مسح جهود كبيرة، عملت إحصائيات واضحة لعمل الجمعيات، كل جمعية وين واقفة. ونحن الشيء اللي بنطالبه تعزيز التشارك بين الجمعيات الأهلية بين بعضنا، وهذه نقطة نحن وجمعية البر في عنا نوع من التشارك، فيه خدنا الريف الغربي الكامل تقريبا، أنه فرصة جديدة كتير مهمة لحتى نصحح المسار لبعض الجمعيات، وأنا منهم يمكن يكون لأنه أنا عم بخطئ ببعض المأمور ببعض الثغرات، فهذا شيء كتير منيح أنه نقدر نصحح المسار ونقدر نطور عملنا. رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية قدموا مقترحاتهم بخصوص التحديات التي تواجه عملهم ومعطيات الواقع بغية النهوض والارتقاء بالأداء وتصويب المسارات. احنا بنتمنى يكون في دعم اكبر لهذا الموضوع، لانه اليوم جمعيه لحالها ما فيها تشيل، بدها تشاركيه من كل الاطراف، من جمعيات لمؤسسات حكوميه لمشافي دولي، كلها تشارك تشتغل يد وحده لحتى نقدم خدمه صح لاخوتنا الجرحى. نحن استفدنا كثير من الاحصاء والاطلاع على الارقام اللي تم عرضها،
كان واضح جدا انه دورنا نحن كجمعيات من خلال العمل التطوعي هو الاهم وهو الرئيسي. الورشة خرجت بمجموعة توصيات عملية وقانونية ولوجستية وكذلك حول موارد المنظمات والشركات لتكون نقطة بداية لعمل مشترك بين الدولة والمنظمات الأهلية. من ورشة عمل مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية في فندق السفير حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. هلا صار الوقت فرح لنروح على ابرز الاخبار الثقافيه العربيه والعالميه. البدايه حتكون من دمشق وتحديدا المركز الثقافي العربي بابو رمانه اللي شهد مرتاديه قراءات بالحب والحرب بقلم الاعلاميه نهله السوسو. كاميرا الاخباريه تواجدت برفقه زميلتنا ريم سليمان ورصدت الاجواء. الأمسية للإعلاميين أهل السوسو بتكون والدتي وأنا مؤسس فريق نادي الثقافيين. حبينا نعمل أمسية لمجموعة مقالات كتبتها بجريدة تشرين عبر سنوات الحرب السبعة، كانت تنشر كل أسبوع مقال بجريدة تشرين، واليوم عم نعطي فكرة للجمهور من قراءاتها الشخصية لهالمقالات، ورح نعمل بيناتهم عزف موسيقى كلاسيكية للفنانة للعازفة عبير فروج من المعهد العالي للموسيقى. نحن دائما بنهتم يعني بالمظاهر الثقافيه باي شيء حدا يعني بحب نقدمه للجمهور. تاريخ سوريا الحقيقي المرئي المحسوس بدا فعلا منذ ما سمي بالثوره، وهو سميه بلغتي الادبيه والواقعيه بطاعون اسود حل على هذه البلاد. كنت قبل ان تبدا الحرب التي تزيت بآلاف الأزياء ولبست آلاف الأقنعة وحلت في هذه البلاد، طوت كل ما قرأت في حياتي وطوت كل ما اهتمت به روحي من أدب وشعر وكتابات ودراسات، وبدأت عيني تتجه حسيا وبدافع لا أستطيع تفسيره. فقط لم أعد أرى إلا زي الجندي العربي السوري. زينا منروح لخبرنا التالي مع إصدار كتاب جديد بعنوان الحلم المسلوب لمؤلفه الدكتور أشاك بولاديان سفير أرمينيا في سوريا، والذي يوثق تاريخ الشعب الأرميني الضارب بالقدم وعلاقته التاريخية بالعرب، التفاعل الحضاري والثقافي بينهما، الأثر المشترك أيضا في قيام النهضة الأوروبية. يسلط السفير الضوء على الضوء الذي صدر بمناسبة مرور 100 عام على إقامة الجمهورية الأرمينية الأولى أمام ما تعرضت له أرمينيا من اضطهاد وظلم في ظل الاحتلال العثماني الذي مارس العنصرية بأشكالها المختلفة التي أدت إلى سقوط 1.5 مليون شهيد أرميني. رح ننتقل لمحافظة حمص فرح تحت عنوان لأن الموسيقى حياة. كرمت جمعية كريم الخيرية بالتعاون مع فرقة أرابيسك المايسترو طاهر ماملي لما قدموا خلال مسيرته الفنية الذاخرة من شارات مسلسلات وموسيقى تصويرية ما تزال أنغامها عالقة في الذاكرة، ذلك ضمن حفل فني على مسرح دار الثقافة في مدينة حمص بحضور جماهيري كبير. تفاصيل أوفى مع مراسلنا أسامة ديوب. تحت عنوان لأن الموسيقى حياة،
كرمت جمعية كريم الخيرية بالتعاون مع فرقة أرابيسك المايسترو طاهر ماملي لما قدمه خلال مسيرته الفنية الزاخرة من شارات مسلسلات وموسيقى تصويرية لا تزال أنغامها عالقة في ذاكرتنا، وذلك ضمن حفل فني على مسرح دار الثقافة في مدينة حمص وبحضور جماهيري كبير. التكريم حياة أنا لازم كرم الموسيقيين والمغنين لأنه هنن أساس التكريم وهنن الجهد والتعب. أنا بقدر تماماً قديش هنن بذلوا من الجهد بروفات، يعني نحن عم نقول من خلال الثقافة ومن خلال الموسيقى والغناء اللي هو سلاحنا بالأخير، عم نقول إنه هاي البلد بلد حياة مو بلد قتل أبداً، بلد غناء وموسيقى وثقافة. اللي تحاربنا فيه واللي شيء اللي استهدفنا فيه لحنا نفس السلاح عم نرجع مرد فيه اللي هو حناجرنا آلاتنا الموسيقية. أستاذ طاهر قامة سورية كبيرة مو أنا اللي بقيمها أكيد، بتشرف إنه كان تقريباً جمعتنا شيء 20 شارع وشفتوا أعماله كيف واصلة لكل الناس بكل شرائحها وبكل مختلف طبقاتها، يعني قديش فعلا موسيقته صادقة أو بتفوت للقلب. طاهر ماملي شخصية موسيقية سورية بنفتخر فيها، وحبينا نكرمه اليوم ونأكد للعالم رسالتنا أنه عاد الأمن والأمان لسوريا، وموسيقى طاهر ماملي أصبحت تصدع في جميع أجواء حمص الآمنة التي خلت من الإرهاب ومن الرصاص. خلال الحفل قدمت فرقة أرابيسك أعمالا حملت توقيع طاهر ماملي، تفاعل معها الجمهور بشغف، كما قدمت فرقة أطفال شموع سوريا عددا من اللوحات الراقصة. حبينا اليوم نقدم مجموعة من أعمال الأستاذ طاهر، اخترنا منها بعض أعماله من جميع أعماله الجميلة هي طبعا. نحن بيسعدنا أنه نكرم هيك قامة موسيقية لأنه بالرغم من كل الظروف اللي مرت فيها سوريا هو ضل عم يعطي وكان له بصمة مميزة بالفن السوري. فنان سوري مبدع شارك في صنع بصمة بموسيقاه الخاصة عزف فيها على أوتار الجمال بإحساس راق، صاغت موسيقى سورية جديدة حملت بعدا عالميا وأضافت أعمالا إبداعيا إلى الإرث الفني السوري. واصل الفيلم الروائي الطويل الأب حصد الجوائز السينمائية الدولية بعد 4 جوائز أحرزها في مهرجانات الإسكندرية وهران ودلهي. حصل مؤخرا على الجائزة الذهبية في المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون بدورته 9 الذي أقيم مؤخرا في قصر اليونسكو في بيروت. We'll be right back.
أهلي ضاعوا مني، أنا قبل ما قتلوا في بعض لهم. أب ما قدر يحمي عيلته. هاي كانت أخبارنا الثقافية، فاصل ونواصل. أكيد محطتنا التالية اليوم رح تكون مع العمل والمجتمعي، وخصيصا رح نسلط الضوء على أنشطة الأمانة السورية للتنمية في منارة باب شرقي المجتمعية. شو الخدمات أيضا يلي عم بتقدمها في مجال العمل التنموي؟ مع الأستاذ عبدالله الإبراهيم، هو أكيد مدير منارة باب شرقي المجتمعية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك عن جديد. يعني عمل مجتمعي في أنشطة كتير بباب شرقي، خلينا نحكي عن عملكم أو نأخذ لمحة تعريفية عن المنارة المجتمعية بهي المنطقة. هلأ المنارة المجتمعية بداية هي أحد برامج الأمانة السورية للتنمية، هي بتدعم المجتمع المحلي بعدة خدمات. طبعا الأمانة السورية للتنمية هي بترتكز من بدايتها ب 2001 لهلأ على 5 ركائز أساسية، هي دعم وتشجيع المشاريع الاقتصادية، تطوير مهارات التعلم، تطوير الذات، بتدعم أو بتقدم كل التسهيلات والأدوات يلي بتجابه كل تحديات الحياة مثل ما صار للأسف معنا بالأزمة السورية. طبعا هدفنا الأول هو الحفاظ على الهوية الثقافية السورية. بالأساس كل هدول الركائز هي أو الخدمات يلي بتقدمها الأمانة السورية عن طريق البرامج بتتكامل كلها لتقدم خدمة للمجتمع المحلي لبناء مجتمع قوي قادر يعتمد على نفسه بنفسه، وهذا الشيء عم يتقاطع كله بالمنارات المجتمعية مثل منارة باب شرقي. منارة باب شرقي ببداية هي بتنطلق مع أو بتتواصل مع المجتمع المحلي من خلال فريق بينزل بيرصد احتياجات المجتمع خلال زيارات منزلية أو من خلال زيارات للجمعيات المحلية والأهلية اللي موجودة بقطاع منارة باب شرقي. بعد رصد هاي الاحتياجات نحن بنتوجه بقى للأفراد أو العائلات كيف ممكن نحن نساعدهم أو نقدم لهم الأدوات ليساعدوا نفسهم بنفسهم من باقي الخدمات بباقي الأقسام بالمنارة. نعم، خلينا نتعرف أكثر على أنشطة المنارة إن كان بهذا الوقت الأخير أو المرحلة الأخيرة، وإن كان أيضا الأنشطة يلي كانت بتسبق هي الحرب يلي عم نعيشها، كيف تغيرت الأنشطة لحتى تتناسب أيضا كل مرحلة عم نعيش فيها؟ هلأ بالمرحلة اللي قبل كان في خلينا نقول كل الجمعيات بسوريا أو كانت تعنى بالعمل الإغاثي، ولكن هلأ نحن انتقلنا لمرحلة تانية اللي هي ما بعد الحرب خلينا نقول، فهون صار بقى لازم نرجع نحكي تنمية أكثر. فمنا الأنشطة تعنى بالشباب اللي هن أساساً عماد المستقبل، أو الأنشطة التفاعلية للأطفال اللي هي نبني يعني طفل قادر هو مع الأيام يعمل تغيير إيجابي بمجتمعه. حتى هي الشريحة يمكن اللي تضررت أكثر شيء بهذا الحرب إذا بدنا تماماً. فكانت قبل كانت هي يعني في عمل كان إغاثي، ممكن كان المجتمع المحلي المحيط بمنارة باب شرقي شايفها هي إغاثة أو أنشطة للأطفال بس ترفيهية ولعب. فأما هلأ نحن بدنا ننتقل لمرحلة ما بعد الحرب اللي هي إعادة إعمار. إعادة الإعمار عم تنطلق من الطفل
نستهدف هي الشريحة بدورات تقوية له لنطور مهارات التعلم عنده ليكون قادر هو يدرس كتابه لحاله. دورات التقوية هي عم تختلف بالمواد الدرسية اللي عم ياخدها بالمدرسة إضافة لمهارات تانية ممكن بتفيده بحياته اليومية مثل الزراعة، ممكن أنشطة رياضية، كرة قدم، شطرنج، غيرها. بالإضافة لفئة اليافعين يلي هلأ جديدة عم نستهدفها نحن ببرامج كمان رياضية وترفيهية كمان، منها كان الفترة الأخيرة رحلات ثقافية لنعزز عندهم فكرة التراث وقد هو مهم بسوريا، منها زيارة قصر العظم أو تكية سليمانية. فئة الشباب عم نستهدفها بمهارات حياة، خلينا نقول هي دورات تدريبية بتساعدهم لحتى يدخلوا على سوق العمل، يعني بعد ما يتخرج طالب من الجامعة ما بيستغرب انه انا شو بدي اشتغل، او مثلا جهة ما شركة بدها شهادة او خبرة عمل، فهون بياخذ المهارات اللي بتأهله ليفوت على سوق العمل، منها مهارات التواصل، الريادة المجتمعية، بناء فريق. بالإضافة انه في مكتبة بالمنارة هي لكل الفئات، ولكن الأكثر بالأخص هي لفئة الطلاب الجامعيين لحتى يجوا يدرسوا فيها. كمان بيطالعوا في كتب مراجع إنجليزية وعربية، أو في كمان حواسب لحتى يعملوا إذا بدهم يعملوا بحث عن طريق الإنترنت لأي موضوع لشهادات الماجستير أو غيرها. طيب المنارة هي مركز إشعاع دائما منير ليجذب الشباب السوري، خلينا نقول أو فئة الشباب السوري والأطفال لشي هدف معين. الخطوات اللي عم تقوموا فيها بباب شرقي، وبدي أسألك منارة باب شرقي خاصة بكل منطقة في منارة معينة، يعني منارة باب شرقي لباب شرقي في منارات أخرى بالباقي المناطق؟ أكيد. هلا نحن موجودين بسبع محافظات كمنارات مجتمعية، أما كأمانة سورية موجودة بأغلب بكل المحافظات السورية، بس كمنارات هي سبع محافظات، موجود هلا 25 منارة متوزعة بهدول السبع محافظات. منا كنا عم نحكي عن الشباب، فكمان في دورات مهني بتعنى بالشباب السوري، في شباب عم يدرس بالجامعة فهو ممكن يدرس بشهادته، بس في شباب كمان ما عنده الحرف هي القدرة، فنحن ممكن ندعمه بصيانة موبايلات، صيانة حواسيب، شبكات، تصوير ضوئي أو غيره. وكمان المرأة السورية كمان نحن بنساعد تمكينها أكثر، فمنا دورات الخياطة أو الإكسسوار أو حتى تدخل هلأ حالياً نحن عم نفكر كمان تدخل بالتصوير الضوئي، لأنه مثل ما بنعرف في حفلات خاصة فهي بدها مرأة، فهذا هي الدورات التدريبية هي لتمكين سواء الشباب أو أي حدا بالمجتمع المحلي. نعم. الشيء المميز اللي لاحظناه بالفترة الأخيرة مع وجود المونديال أيضا، إن كان عم تسمحوا أو تتيحوا المجال لكثير من إن كان أعضاء الفريق وإن كان حتى الأشخاص المنتمين لهي المنارة أنه يتابعوا المونديال، يعيشوا الأحداث، فخبرنا عن هذا النشاط. هلا بالنسبه للمونديال هو كان احتياج اللحظه، يعني كان بلشت الاصداء المونديال انه بده ينعرض وبده اجهزه وتقنيات، بلشوا الشباب سواء الفريق التطوعي او اللجان المجتمعيه المحيطه بالمناره بيطلبوا انه نحن ليش ما بنكون موجودين بهذا المكان لحتى دائما سواء كنا الصبح عم نمارس هدول النشاطات او ناخذ هي الخدمات، او المساء انه ليش ما بنتجمع كلياتنا بهذا المكان. فكانت استجابه لهذا الشيء، تم تجهيزه بكل الوسائل لهي تكون قادره انه تحتضن كل افراد المجتمع سواء كان اطفال او كبار او حتى فريق العمل. كيف كان التفاعل؟ التفاعل كان كثير حلو، لانه هن مبسوطين بالاجواء اللي عم يعيشوها، انه هن مجتمعين مع بعضهم عم يتسلوا عم يضحكوا، بالاضافه انه في تواصل عم يصير مع بعضهم اكثر، لانه هن ممكن كل حدا عم يحضر ببيته، فهلا هون كلياتهم عم تكون المناره هي حاضنه لهم، فكان كتير الجو حلو. وفي شركاء أكيد كانوا داعمين مثل مطبخ أو مثلا حدا بيقدم عصير وكذا، فهدول الشركاء هن كمان داعمين لنا بكل خطوة نحن عم نعملها بالمنارة، لأنه مثل ما بنعرف العمل التنموي أو المجتمعي هو ما بيكون بس أنه أنا لحالي عم أشتغل، إذا ما كان في عندي شركاء لحتى أقدر أنا أوصل لأكبر شريحة ممكنة أو لحتى أغطي أكبر قدر من الاحتياج بالمجتمع السوري، فما رح أقدر أشتغل لحالي إذا ما كانوا معي هدول الأشخاص أو الشركاء اللي هي الجمعيات الأهلية الموجودة بالمنطقة. نعم. يعني مبارح كان في نشاط أيضا رصدته كاميرا صباح نغير برفقة زميلتنا هالة السعدي، رح نروح نشوفه ونرجع نكمل حديثنا. هلا بدنا نشوف مين رح يجي لعنا زيارة. خذ الرياكشن. ايه ماشي. يلا نعد لثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. مين
ان شاء الله الضيف. لهون 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 طلعوا لهون. مين اول ضيف اجا؟ مين بيعرفه؟ وزارة التربية والأمانة السورية للتنمية توقعان اتفاقية لإعداد حقيبة تدريبية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. وزارة التربية غيرت مناهج المعهد التقني التجاري، صارت مناهج مطورة، ودخلنا فيها مادة الريادة كمادة من ضمن الخطة. الريادة كمادة أكاديمية ما حتأتي وكلها تمام، ما بيتدرب الطالب عليها إلا إذا ما أخذها عن طريق تدريب. تعاوننا مع الأمانة السورية للتنمية وعملنا حقيبة تدريبية على مادة الريادة، وهلأ عم ندرب المدرسين اللي عم يعطوا ريادة على الحقيبة هي لحتى يعلموا الطالب كيف هو يكون رائد بنفسه أو يفتح مشروعه الخاص، كيف يشتغل على حاله كصفات مكتسبة، كصفات بتقويه خليه يفتح مشروعه، حتى بنهاية الحقيبة في خطة لإعداد مشروع صغير، يعني ممكن يدرس مشروعه من بداية من التمويل للتسويق للعائد المستهدف لفترة استرداد رأس المال لحتى إذا حاب يفتح مشروعه الخاص يكون قادر على هالشيء. إنسان دائما ينظر إلى فرصة العمل ينظر أن تأتي له. نحن سنقوم هنا في هذا المنهاج لكي يبحث عن وظيفة العمل، كيف لا يعتمد على الوظيفة مباشرة، ممكن أن يبدأ بمشروعه الخاص، نعطيه مبادئ أساسية كيف يكون إنسان متميز ورائد، ومن ثم يقوم بإنشاء مشروعه الصغير بمساهمة منا طبعا في رفض المجتمع بكوادر ممكن أن تعتمد على نفسها، ممكن موظفة الأمور، ويصل إلى ما يريد. مهارة التعليم وطرق التدريس هي من الأولويات التي تعمل عليها الأمانة السورية للتنمية. الجدير ذكره بأن الأمانة السورية تستهدف كل الفئات من كل الأعمار للمساعدة بنهوض المجتمع والإسهام في تقدمه. مثل ما شفنا كان النشاط متوجه نحو الأطفال، بدنا نعرف من حضرتك كيف كانت الطرق التدريبية لإعداد هذا النشاط، كيف شفتوا نجاحه أيضا، شو الاتفاق يلي صار؟ هلأ بالنسبة للأطفال هو بداية كان عم نعرض نشاط صار بالروضة. هلأ هي الروضة هي متاحة لكل الأطفال السيدات يلي بيجوا لعنا، منهم بياخذوا جلسات توعية من قسم الدعم النفسي. مثل ما بنعرف ظروف الحرب فتعرضوا سيدات كتير للتعنيف أو غيرها، في أطفال صار في عنا حالات تسرب دراسي، ففي عنا قسم مختص هو بيعنا بهذا الموضوع بيتابع حالاتهم، فكان منهم في جلسات توعية بتصير، السيدات بيجوا معهم أولادهم فمشان ما يكون عائق قدامهم أنه هن سواء عم ياخذوا دورات تدريب مهني او كانوا عم يحضروا جلسات هي التوعيه، فبيجيبوا اطفالهم بيحطوهم بالروضه. الروضه هي ما بس بيقعد الطفل فيها، هو بياخذ تعليم يعني، او ممكن يحضر مسرحيه تكون هادفه الى قيمه بالنهايه ياخذها معه على بيته وينقلها لرفقاته مع الايام. باقي النشاطات كمان يلي شفناها للاطفال كمان هي بتعتمد على تطوير مهارات التعلم بالنسبة لهم هن، ونقدم لهم بكل الوسائل يلي بتساعدهم لحتى هن يصيروا يفهموا دروسهم لحالهم. مثل هدول اللي شفناهم دروس التقوية هي ما أنا غير المناهج التربوية اللي عم تطبق بالمدارس، ولكن هون بتكون بطريقة تفاعلية أكثر. النشاط يلي بعده اللي شفناه هو مسرحية، كانت هي من ضمن أنشطة مشروع بادر يلي هو من أحد برامج مسار أو من مشاريع برنامج مسار. هذا المشروع بادر في عدة أنشطة لمجموعة محددة من الأطفال، هدول الأطفال نستمر معهم فترة زمنية محددة، وآخر هاي الفترة ممكن يعملوا مبادرة مجتمعية لحتى مع الأيام هن يساهموا بإحداث التغيير الإيجابي بمجتمعاتهم. النشاط اللي شفناه بعده هو الاتفاقية مع وزارة التربية، طبعا حكيت الأستاذة سوسن والأستاذ ماهر كتير شرح وافي عن هاي الحقيبة التدريبية. هلأ كان في عنا احتياج نحن بالمعاهد التقنية عم يكون الكتاب يلي أو الكتب يلي هلأ عم تتغير بالمناهج شوي فيها نظري أكثر، أو الطالب هو ما عم توصله المعلومة بطريقة عملية، أو عم نقول إنه شو عم نستفيد منها بالنهاية، أو بعد ما ناخد نحن هاي المعلومة كي شو بدنا نشتغل. فاتفقنا مع وزارة التربية لحتى نعمل هاي الحقيبة التدريبية لريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة. هلا بعد ما صارت الاتفاقيه نحن جهزنا له وعملنا ورشه تعريفيه عنا مع الاساتذه لحتى يكونوا هن قادرين
بيطلعوا ويقدموها بطريقة صحيحة ومع كل المهارات اللازمة لإلها للطلاب بالمعاهد التقنية. مبدئيا هلأ عم نتوجه للتعليم المهني، بعدين إن شاء الله مع الأيام يمكن تدرس بغير معاهد تقنية. فالحقيبة التدريبية هلأ مثل ما شفنا بالريبورتاج كان عم يصير فيها إنه قطعنا المرحلة الأولى منها، والأسبوع اللي جاي هو المرحلة الثانية، هي رح نعرضها للحقيبة التدريبية ونشوف رأي الأساتذة فيها وكيف ممكن نحن نعدل عليها. يعني حلو حتى عم تدخلوا بمطالب الطلاب يعني حتى فعلا يستفيدوا بشكل أكبر. خلينا نحكي شوية عبد الله، يمكن باب شرقية من المناطق اللي كانت تتعرض لكثير من قذائف الإرهاب، فهي انقسمت فترتين لكن ما توقف نبض الحياة فيها. خلينا نحكي عن نشاطاتكم بهي المرحلة الصعبة والمرحلة اللي هلا عم نشوفها مرحلة الأمان والسلام بفضل انتصارات الجيش العربي السوري، وشو حابين تعملوا شيء يترك بصمة بمناسبة بتناسب هي الفترة اللي فيها أمان فيها حياة وفيها عجقة مثل ما بنقول. هلأ بس بدي نسيت شيء عن الريادة المجتمعية لازم أقوله، هو بالنسبة لهي الحقيبة التدريبية هو ليتعرف الطالب أكثر كمان على المؤسسات اللي تعنى بالتنمية أو بالتنمية الاقتصادية، أو وين يتوجه هو بعد ما يخلص دراسته وبيعمل مشروع أو مشروع تخرج، أنا شو بدي ساوي. ففي مؤسسات نحن عم نتساعد مع وزارة التربية لحتى نوضح له إياها مين هي هي المؤسسات اللي بتروح أنت لعندها لحتى أنت تأخذ قرض أو سلفة أو غيرها، أو ممكن أنت لحالك كيف بدك تدور على مصدر رأس المال إذا ما كنت قادر أو ما كان عندك يا. فهذا اللي كان هدف كمان الحقيبة التدريبية. هلأ الفترة الماضية أكيد كان في عدد في قذائف وفي ظروف الحرب كانت قاسية، فمع هيك ما وقف الفريق عن العمل أو منارة باب شرقي بقطاعاتها، ظل فريق الدعم المجتمعي يرصد احتياجات الناس ويقوم بزيارات منزلية، كمان كنا نروح على المدارس وننفذ برامج ومشاريع فيها مثل مشروع أنا قادر اللي كان هو بيدرب الأساتذة والطلاب لحتى كيف يعملوا أنشطة لرفقاتهم، هو أحد كمان برامج مسار. فما وقفت وضلينا نحن عم نواكب هاي الحياة اليومية، ولكن بطريقة صغيرة. كانت هي أخف من هلأ. هلأ بنشوف يمكن النشاطات أكثر صارت لأنه خف شوي والناس صارت تحس بالأمان أكثر، فهي بتقدر تجي لعنا. الفترة الماضية كان نحن عم نروح لعندهم لأنه هن ما كانوا قدرانين يجوا أو خايفين. بس وقت نحن عم بهي البرامج عم تكون أو النشاطات عم تكون هادفة وعم نوعيهم، فهن عم يعرفوا أنه ما رح نوقف، رح نضل مكملين هذا الطريق، والتنمية رح تضلها مستمرة لحتى نوصل لمرحلة تكون هي مستدامة، ما يكون بس نحن عم نعمل نشاط هلا لحظي، ولكن هو لازم يكون له هدف بالنهاية يوصل له. نعم. بناء على تواجدكم الدائم وقربكم الدائم من الأطفال، يعني دائما في مراقبة بشكل دائم من خلال النشاطات، من خلال قربكم من الأهالي أيضا، شو عم تشوفوا اليوم بهي المرحلة الحاجة الأساسية اللي لازم تشتغلوا عليها سواء بالمدارس سواء بأهل الأطفال الموجودين ضمن المراكز؟ هلأ الأطفال هن أكثر حاجتهم أنه بدهم يلعبوا ويتسلوا، وبالنهاية بس بدي أكثر يعني تحفزيهم أنه هن يرتبطوا بهذا المكان. فالنشاطات اللي عم تكون هي عم تربطهم بالأهل من ناحية، يعني من ناحية تانية عم نربطهم كمان بالمدرسة قديه مانو مهم التعلم. الأساليب اللي عم يدرسوها الأساتذة بالمنارة أو المدربين فهي عم تكون تعنى بهذا الشيء اللي بنقدم لهم مهارات التعلم، كيف هو يكون قادر انه يدرس كتابه لحاله، انه نعزز له هو ثقته بنفسه اكثر. انا مو بس بدي ادرس خصوصي بس خلص من المدرسه، لا انا في عندي صار عندي مهاره كافيه انه انا بدرس، ومنحفز كمان الطاقات اللي جواته لحتى هو يدرس رفيقه كمان. نعم. فهدول الاشياء هي كمان يمكن يكتشف مواهبه، قد انتم فعلا بتساعدوه على هذا الشيء. تمام. هلا من خلال الفعاليات او النشاطات اللي بتصير الفريق هو مدرب ومؤهل لحتى يرصد حالات سواء من قسم الدعم النفسي او الدعم التعليمي، فبنشوف ممكن نحن عنده مهاره الرسم فبنعمل كورسات مشان الرسم، وبيضل الفريق معه لفتره زمنيه محدده ممكن 6 شهور ممكن 5 شهور لحتى نطور عنده المهاره ويصير هو قادر انه يرسم لحاله او يعلم رفيقه. كمان في عندنا مهارات ممكن الغناء او العزف، ففي كورال منارة باب شرقي يمكن شفناه بالمرحلة الأخيرة بمهرجان شام تجمعنا، فكان هو بالافتتاحية. فهذا الكورال كمان تأسس من كذا سنة
وهلا عم يدعم وعم تجي اطفال جديده كمان تنضم للكورال سواء كانوا عازفين او مغنيين. نعم. شو بتحب توجه كلمه اخيره لكل مين عم بيتابعنا، او شو هي يعني الاشياء الجديده اللي حابب تخبرنا اياها قبل الكل؟ هلا الاشياء الجديده هو نحن مثل ما حكيت بالبدايه في فريق مدرب ومؤهل ليرصد احتياجات المجتمع، فهذا الفريق عم يبني شراكات مع المجتمع المحلي ومع الجمعيات اللي موجوده بالمنطقه. ان شاء الله بالتعاون مع هي الجمعيات نحن رح نوصل لتغطيه اكبر احتياج المجتمع، ولحتى نعمل الخدمات اللي هي قادره تنمي المجتمع وتحدث اثر ايجابي فيه. نعم. فهي الشيء اللي رح يكون، ما في شيء محدد، ولكن نحن بكل نشاطات وخدماتنا قابلة هي للتطور بالتعاون مع الشركاء أو عن طريق فريق المنارة نفسه. والمشاريع الصغيرة؟ المشاريع الصغيرة هلأ بعد الحقيبة التدريبية مع الاتفاقية مع وزارة التربية في مشروع تخرج رح يعمله كل طالب بالمعاهد التقنية، منهم رح يكون في ممكن امتحان نهائي لنشوف مين هي المشاريع اللي ممكن قادرين نحن نغطيها أو نعطيهم هي السلفة ليقدر هو يعمل مشروعه الخاص فيه. بالإضافة لأنه التدريب المهني كمان كل نهاية دورة مهنية كمان عم يكون في ممكن حقيبة تدريبية اللي هي فيها أدوات بتخلي هو يفتح محل أو غيره. نعم. كمان لكل الأشخاص اللي آمنوا بالمنارة وآمنوا أيضا بالأمانة السورية للتنمية باسمها الكبير، اليوم شو بتحب توجه كلمة لكل هدول الأشخاص، أيضا للفريق العمل اللي عم يشتغل يمكن من قلب وقادر أنه يقدم فعلا شيء للوصول للهدف الكبير؟ هلأ بالبداية أكيد بتشكر الأمانة السورية فردا فردا. نعم. بكل برامجها ومشاريعها، بتشكر بشكل خاص فريق عمل منارة باب شرقي لأنه هو رغم كل الظروف اللي صارت معنا بالحرب فهو ضل قادر يشتغل وبده يروح سواء الفريق التطوعي أو اللجان المجتمعية اللي معنا أو فريق المنارة نفسه. بتشكرهم كلياتهم، بتشكر أي حدا مد إيده لحتى نتعاون مع بعض لحتى نبني سوريا مرة تانية ونعيد أعمارها، اللي هن الأفراد المجتمع المحلي، لأنه لما تكونوا أنتوا قادرين تتعاونوا معنا أو تجوا لعنا فنحن أكيد رح نتواصل معكم ورح نبني هاي الشراكة لنقدر نحقق تغيير بمجتمعنا السوري. نعم. عبد الله كتير بسمع شباب، يعني نحن عم ننقل بس شو بنسمع أنه الشباب السوري منه الأكاديمي منه عم يدرس بالجامعة كمان أنه كتير بيحب يشوف أو ينتسب للأمانة السورية للتنمية، كيفية الانتساب كيفية التواصل معكم؟ هلأ الشباب السوري هو نحن خاصة مثلاً لباب شرقي، هلأ المنارة باب شرقي كيف يوم يتواصلوا معكم؟ هلأ أكيد بتواصلوا معنا عبر زيارة المنارة اللي هي موجودة بباب شرقي خلف بوزة أمية، فبيقدر أي شخص حابب ينتسب للمنارة سواء هو بعمل تطوعي أو حابب يتوظف فممكن يقدم طلب توظيف أو طلب تطوع، أنه في ناس هي موظفة بس هي بتحب تقدم مساعدة وتحب تشاركنا بالعمل التنموي، فممكن يقدموا طلب تطوع وبعد فترة بيصير لهم تدريب وتأهيل لحتى يعرفوا كيف نحن عم نشتغل، مشان ما يكون في كل حدا عم يشتغل بطريقة ما، فنحن كلنا عم نشتغل بطريقة واحدة، فبيصير لهم دورات تدريب وتأهيل ونقدم لهم كل الدعم ليقوموا بمبادرات مجتمعية بالتعاون مع اللجان الموجودة بالمنطقة نفسها. نعم. يعني أستاذ عبد الله بدنا نشكر كتير وجودك معنا لليوم، تحيتنا لجميع أعضاء المنارة إن كان من متطوعين وإن كان من موظفين، نحن دائماً عم نواكب جميع النشاطات اللي عم بتقوموا فيها، كل التوفيق لكم. أنا بتشكركم كتير لأنه أنتوا أحد دعائم التنمية بالمستدامة بسوريا، لأنه عم تضووا على هدول النقاط اللي هي بتساهم وبتشجع الناس لحتى ترجع تعيد الحياة مرة تانية وهي الحيوية ترجع للمجتمع السوري. أكيد. كل التوفيق لكم بكل النشاطات القادمة وشكرا لوجودك معنا. هلأ فرحة بدنا نروح لموجز الأهم الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية باستديوهات الإخبارية السورية مع زميلتنا علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك زينب وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم وآخر الأنباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. وجهت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في درعا ضربات مكثفة ضد أوكار وتجمعات الإرهابيين في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من محافظة درعا،
في إطار عملياتها المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابي فيها بشكل كامل. عمليات الجيش تركزت على اتجاه الجمرك القديم في الأطراف الجنوبية لمنطقة درعا البلد، حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة، تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة درعا. وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعداد. فشل مجلس الأمن الدولي في تبني بيان صحفي حول الوضع في جنوب غرب سوريا بسبب عدم إجماع أعضاء المجلس. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد انتهاء اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن وجود خلافات بين أعضاء المجلس، وقال للصحفيين إنهم يركزون على وقف الأعمال القتالية ونحن نركز على محاربة الإرهابيين. وأشار نيبينزيا إلى أن لدى الجانب الروسي تساؤلات بشأن أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن روسيا توجهت إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للحصول على معلومات دقيقة. في فلسطين المحتلة دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لمشاركة واسعة في جمعة موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار. وقالت الهيئة أن المسيرات تأتي تأكيدا على رفض شعبنا كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية وبعض المطبعين العرب، وتأكيدا على أن القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفارتهم ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. في خبرنا الأخير، دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى ليبيا من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية. وقال سالفيني في أعقاب مباحثاته مع أحمد معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، نحن سنعمل على رفع الحظر عن ليبيا لأن الأمر الوحيد الذي أدى إليه هو حرمان سلطات البلاد من المبادرة. وأضاف سالفيني أن إيطاليا تعتزم تناول هذه المسألة خلال لقائه مع وزيري الداخلية الألماني والنمساوي في مدينة إنسبروك النمساوية بعد أسبوع. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك زينب. شكرا لك علا أبو خضر. أكيد مكملين مشاهدينا بآخر فقرات صباحنا غير. أكيد زينب، وهلأ بننتقل أيضا لتقديرا للجهود المبذولة في مبادرة أنا قادر. تم تكريم عدد من المدارس والمدرسين ضمن حفل بفندق يعفور بحضور عدد من المدارس المشاركة من كافة المحافظات وممثلين من وزارة التربية. سالي شار وأبرز التفاصيل. أقام مشروع مسار في الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع ممثلين من وزارة التربية بتنفيذ برنامج أنا قادر في عدة مدارس من كافة المحافظات السورية، وتقديرا للجهود المبذولة من الأساتذة المتطوعين الذين قدموا الكثير من وقتهم وجهدهم في التحضير للأنشطة للأطفال وتجميع النتائج. تم حفل تكريم لمدارس وأساتذة المشروع في فندق يعفور. مشروع أنا قادر هو بيشتغل مع الطفل من بداية السنة الدراسية لآخر السنة الدراسية، وبيشتغل على إضافة قيمة مضافة لهذا الطفل بحيث أنه يكون قدران يستكشف نفسه والمحيطه، ليكون قدران يغير وقادر أنه هو يحل مشاكله. فكان بصراحة في جهد كتير كبير من الأساتذة وجهد من مدراء المدارس ومن وزارة التربية كلياتها. فهذا أولا. ثانيا، مشروع أنا قادر هو أحد مشاريع مسار، وهو هلأ عم يستهدف الأولاد من صف الأول لصف السادس، وهو نعتبره يعني أحد مشاريع الاستراتيجية لمسار، لأنه مسار كل مشاريعه صايرة عم تتخطط على مدى كتير طويل لتكون قدرانة تصنع مستقبل. هيك تكريم أو هيك مشاريع هي بتساهم لأنه عن جد تطور الأطفال، يطوروا الكادر التعليمي اللي موجود عنا اللي هو عن جد قوايا كأساتذة، ولكن اللي بدهم إياه هو كدعم لإلهم، تعزيز للمهارات اللي موجودة عنه
ليبدعوا بوسائلهم بطرقهم المعينة، فهن ما احتاجوا منا غير هاي الدفشة وهذا الدعم لإلهم، ويعني واجب علينا أنه بالنتيجة نقول لهم شكرا لكم، حتى لو كان هذا التكريم هو يعني جزء صغير كثير من الشيء اللي هن عملوا واللي اجتهدوا عليه. مشروع أنا قادر بمفهومه الصعب من الواقع اللي بيعيشه الطفل بسوريا خلال الأزمة اللي مرت عليه، حاولت هي تحسن الخلل اللي صار مع الطفل بالنسبة للمفاهيم، لقدراته، لأحلامه، لاحتياجاته، لمتطلباته. فهالتعاون بين الوزارة والأمانة السورية حقق هدف كبير كتير، حتى وصل هالطفل هذا لبيئة تعليمية سليمة تربوية، صار يشعر بوجوده، كونه هو نحن بننظر للطفل إنه هو ما نوشي، بس بالعكس الطفل إنسان مبدع رائع، أنا بستفيد منه، بحسن بيئتي من خلال أفكاره. أنا قادر كان البداية التي ساعدت على الولوج إلى فكر الأطفال وفهم بيئتهم ومعرفة القيم المشتركة لديهم ولدى أسرهم رغم تنوع خلفياتهم ومناطقهم، للعمل على ترسيخ الجوانب الإيجابية منها في نفوس وسلوك الأطفال من خلال أنشطة مسار التي ستنفذ في المراحل القادمة. أكيد يعني شفنا هاي الفعالية اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي فرح نحن وضيفنا عبد الله عن نشاطات الأمانة السورية للتنمية أنا قادر، هي الخاصة بالأطفال اللي عندهم مواهب خاصة يعني، وشفنا بالتقرير هذا المشروع التنظيمي المتوجه للأطفال بشكل خاص. نعم دائما زينب الأمانة السورية للتنمية بتحرص على التوجه لهي الفئة بالتحديد، طبعا مع وجود الفئات التالية مثل ما شفنا مع ضيفنا عبد الله، وأيضا عم نشوف مشروع أنا قادر اللي هو من اسمه بدل قد ايه فعلا هو توجيه حقيقي لطاقات الإنسان، توجيه حقيقي لكل شيء بداخلنا أنه نحن فعلا كل إنسان عنده بذرة قادر أنه يستثمرها بمجال معين مع اختلاف المواهب والتوجهات والقدرات. أكيد خاصة أنه الأطفال كمان فرح من مناطق مختلفة وبيئات مختلفة تم جمعهم بهذا المشروع اللي هو اسمه أنا قادر، أكيد يعني مشروع مميز ومهم للأمانة السورية للتنمية مثل ما قلنا فرح. شيء كمان زينب اللي نحن بنحب نلفت النظر دائما عليه هو التوجه الدائم للمدارس، إقامة الفعاليات فيها، فعاليات فيها احتضان هي العدد الكبير من الطلاب ودعمهم اكتشاف مواهبهم، وأيضا يمكن مسك إيدهم إيد بإيد مع هذا المشروع حتى يوصل ويكتشفوا جميع قدراتهم الداخلية. نعم ومعنا ضيفنا كمان رح تحكي لنا أكثر فرح عن هذا المشروع. أكيد تفاصيل كتيرة يا زينب اليوم عن هذا المشروع بالتحديد، مشروع أنا قادر رح نحكي فيه مع الأستاذ زهر الدين إبراهيم مدير مدرسة خالد بن الوليد في دراكيش، الحائز طبعا الحائزة على على الجائزة الأولى. بدنا نقول لك يسعد صباحك، مبروك الفوز، صباح الخير. يسعد صباحكم من مدينة دراكيش مدينة الشهداء، يسعد صباح الأخبارية السورية اللي أنتم مثال للإعلام الوطني الملتزم. في البداية تحية للجيش العربي السوري، تحية لكل حب التراث في سوريا، الرحمة كل الرحمة للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، العودة الآمنة للمخطوفين. قبل البدء في مشروع أنا قادر اللي هو جزء من برنامج مسار. ما هو مسار؟ مسار هو برنامج وطني شامل للتعلم موجه للأطفال وشباب سوريا من عمر 5 سنين حتى 21 سنة، وهو مشروع غير حكومي وغير ربحي وأحد مشاريع الأمانة السورية للتنمية. يعتمد مشروع مسار أساليب التعلم غير النظامي من أجل تقديم المعلومات، تحريض على الابتكار، إشراك جيل الشباب للبحث عن أنفسهم والعالم من حولهم، حيث يقدم مسار بيئة تفاعلية مليئة بالنشاطات والتحديات، ويسعى لتحريض الطفل على الابتكار والإبداع لمساعدتهم على فهم أوسع وأفضل للعالم السريع التغير من حولهم، ويسعى لتعزيز حس المسؤولية الفردية وحس المواطني لديهم. مشروع أنا قادر هو أحد مشاريع برنامج مسار يتوجه للأطفال من الصف الأول وحتى الصف السادس، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية لا صفية، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى المعلمين والأهل والأطفال،
من حيث تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطفل، واهتم بالبيئة والمجتمع، وساهم في رفع عملية التنمية البشرية المستدامة والشاملة، ورفع الوعي العام للأطفال. فكان الطفل مستكشفا فضوليا، ثم محللا مشاركا، ثم قياديا واثقا من خلال الأنشطة المدرسية الدائمة. فاستطاع الطفل كسر حاجز الخوف والخجل وعدم تقدير الذات، وأيضا جعل هذا المشروع الأهالي أكثر تفاعلا مع المدرسة لمعرفة ما هو مشروع أنا قادر، وكان لهم دورا إيجابيا من خلال تقديم الشكر. وبالنسبة لنا كمعلمين أحسسنا بقيمتنا أكثر وبدورنا الكبير في بناء المجتمع، وهذب من سلوكياتنا حيث اختلفت طريقة تعاطينا بواسطة هذا المشروع مع أطفالنا. نعم، خلينا نحكي كمان أستاذة كيف عم بتم تهيئة الأطفال من مناطق وبيئات مختلفة، وهل توقعتوا المركز الأول؟ والله نحن اشتغلنا والحمد لله حققنا المركز الأول. طبعا هالشي هذا في جهود مشتركة. أول شيء شكر الكبير لبرنامج مسار اللي ساعدنا، ونرجو زيادة عدد المدارس المستفيدة من هذا البرنامج لأنه يحقق إفادة كبيرة في البنية المجتمعية. وأيضا الشكر الكبير لمراقب مشاريع مسار عهد الله صبيح الذي كان له بصمة كبيرة في النجاح، والشكر لمتابعين النشاطات، والشكر لوزارة التربية المتمثلة بمدير التربية في طرطوس الأستاذ عبد الكريم حربة الذي لم يألو جهدا في الوقوف جنبا إلى جنب معنا كيد واحدة. والشكر كل الشكر الكبير للأمانة السورية ورعاية الأمانة السورية السيدة الأولى على خدماتها، لأن هذا المشروع بنعرف أنه مشروع غير حكومي وغير ربحي. والشكر للقيادة السياسية، وشكرا للإخبارية السورية التي أتاحت لنا هذا اللقاء. شكرا لك أيضا أستاذ، ولكن كمان حابين تخبرنا هل هناك تحضيرات جديدة للعام الدراسي المقبل مع آليات بتخدم المرحلة أيضا؟ طبعا زادت في دريكيش كمنارة دريكيش زادت عدد المدارس المستفيدة إلى 5 مدارس تغطي كافة قطاعات المجتمع، لأنه نحن قطاعات المجتمع فيها مهجرين من المحافظات الأخرى، يعني بتغطي كافة بيئات المجتمع وفئات المجتمع بالتعيين 5 مدارس العام الدراسي هذا. وإن شاء الله من نجاح لنجاح، وإن شاء الله بيكون الأهالي دورهم كبير. يعني نحن بنشكر الأهالي على ثقة بهذا المشروع، بنشكر القيمين على هذا المشروع، بنشكر كل اللي تعاون معنا لتحقيق المركز الأول ولتحقيق النجاح، لأنه النجاح ليس لمدرسة خالد بن الوليد فقط وإنما لكل مدارس سوريا. يعني وبنشكر الإخبارية السورية اللي أتاحت لنا هذا اللقاء. شكرا لك أستاذ، وإن شاء الله بتبقى منارة العلم هي اللي مضواية بكل المحافظات السورية إن شاء الله. من خلالكم إن شاء الله. شكرا لوجودكم بالتوفيق. شكرا شكرا جزيلا لكم. شكرا لك، ألف مبروك مرة تانية. صباحنا غير بمحطات وصل للختام فرح، نتمنى لكم مشاهدينا طبعا جمعة مباركة، ويكون حلقتنا حملت كل الفائدة والمتعة وعطلة أسبوع ممتعة للجميع. أكيد تابعونا الإعادة الساعة 1 بالليل. لكل حدا حابب يراسلنا أو بأي فكرة أو استفسار عبر موقعنا أو صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير خير، ونهارك سعيد يا فرح. نهارك سعيد زينب، يعطيك العافية، وبدي أتشكر كل مين شاهدنا وتابعنا. لكل فكرة أو اقتراح أكيد تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير مشاريع، وأيضا كتير من الفعاليات رح تكون ضمن تغطياتنا المستمرة. ابقوا موعدنا بكرة بتمام الساعة 9 صباحا، تحيتنا الأولى والأخيرة لعشاق الشهادة أبطال الجيش العربي السوري. باي باي.